هل يقدم على ذكر الصلاة أم لا؟ أيها يقدم؟ معلوم أن الإنسان إذا سلم ينشغل عادة بذكر الصلاة، وهي الاستغفار ثلاثا ثم التهليل والتكبير والتحميد وما يأتي بعد ذلك من ذكر، مثلا من قراءة الكرسي على قول جماعة من العلماء، كذلك من سورة الفلق وسورة الناس وغير ذلك. فهل يقدم التكبير عليها أم لا؟ نقول إنه لا يحفظ بهذا، لا يحفظ بهذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا شيئا منضبطا بينا واضحا صريحا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإنما جاء أنهم يكبرون أدوار الصلوات. فلو كبر الإنسان قبل الذكر أو بعده فالأمر في ذلك مما لا بأس به. ولو قدم الذكر الصلاة على عجل باعتباره ألصق بها فإن هذا هو الأقرب، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يحيي سنة، فبعض الناس مثلا يقوم ولا يعرف التكبير فيريد أن يكبر، فلا حرج عليه حينئذ. وذكر الله سبحانه وتعالى فيما عدا التكبير من الاستغفار وحمد الله وشكره وغير ذلك، هذا أيضا مما يدخل في ذكر الله جل وعلا، ولكن ما جاء في عمل الصحابة فيما يخصص في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله، فيذكر الله عز وجل بالتكبير خاصة، وينوع أيضا في غيره من الأذكار. وكذلك أيضا فمن الأعمال الفاضلة التي يتأكد القول أو العمل بها صيام يوم عرفة واليوم التاسع، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام على الإطلاق، وقد جاء في فضله مجموعة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يباهي ملائكته في هذا اليوم لاجتماع الناس في يوم عرفة وإتيان الله عز وجل شعثا كبرى في مثل هذا الموضع. يسألون الله عز وجل الرحمة والمعرفة.